مرحبا، انا اسمي امل، خبيره التجميل للايف ستايل. اليوم راح اخذكم في برودكت جديد حصريا بس للايف ستايل، بيوتي ستيب. احلى براشز راح تنزل على لايف ستايل، انتظرونا راح نوريكم لوك حصري ناو مع منال. هاو ار يو منال؟ جود. اول شيء راح استخدم فلافي براش بيوتي ستيب. اوكي، سو راح اعمل كونتور للايلب فلات براش عشان احط اللون على الايلب، لون الثابت على الايلد. راح استخدم برش من بيوتي ستا بتكون فلات اساس تعطيني انتنس كلر. سو هلا راح استخدم الفان برش من كمان بيوتي ستا، راح اشيل فيها كل الزيادات اللي نزلت حول العين. راح استخدم الانجل البوينتد سوري برش، بتيجي انجل شيب بهالطريقه بتسهل علينا عمليه تحديد العيون. الفلات انجل براش من بيوتي ستار راح استخدم الكريمي كونتور على اساس نحن نعمل تحديد للوجه، فراح استخدم الفلات براش اوكي عشان تكون علينا العمليه اسهل بتوزيع الكريمي كونتور. الفلافي انجل براش من بيوتي ستار اساس نستخدم باودر كونتور لنثبت اللوك، وبن سيم تايم اساس انه يعطينا الفينشينج الباودري باللوك. This is the final look with Beauty Star brushes. أنا استخدمت هدول البراشز من Beauty Star لإطلاع هذا اللوك. إن شاء الله يكون عجبكم. How is the look, Mina? Love it. You like it? Brushes made the look way more beautiful.